ما حال وصي الله عباس؟ وسمعنا له كلام عن شيخنا الحجوري. وصي الله عباس مناصر لأهل الباطل من الحزبيين، فكل من هو ضد الدعوة عندنا هنا في اليمن، يعني ما من يلي الشيخ يحيى تجده ضدهم في الهند وفي غير الهند، وفي المقابل يميل إلى هؤلاء المتميعين من إحياء التراث ومن غيرهم، وهكذا من تلك الجمعية، جمعية أهل الحديث الحزبية، هو كان رئيس فيهم ومستشار عندهم، فهو يطعن في الدعوة في اليمن أصلحه الله، ويميل إلى هؤلاء المرتابين ويدافع عنهم. الحمد لله غنانا الله عن وصي وعن غيره، والشخص ينفع نفسه أو يضرها. وبعدها نوقش ما هو تقول، يعني كلم معه وبين له الأمر وهو مصر على هذا الخبر. يناصر هؤلاء في اليمن وفي غير اليمن.